بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناه المزرعه. النهارده معانا شويه قعدانه يا جماعه. معلم محمد، معلم محمد، صل على النبي يا عم، اتوكل على الله تعالى شو دمرك. صل على النبي يا عم. كم شهر ده عمده؟ يعني اديله بتاع 5 شهور. 5 شهور بالصلاة على النبي حي. ايه فلوسه ولا البيع والشراء؟ والله البيع والشراء انا بشتري فيه 6500. 6500 صلى على النبي حي. ذكر ولا ايه ده؟ ذكر. جمل، يعني جمل قعود يا جماعه. صلى على النبي. طب واللي هنا دول عمده؟ اللي من سنه كده تسمى بكره. تمام. تمام. اللي من سنه بكره. يعني صغيره لسه. صغيره جاهله بكره. بس دول الورق قعدان صح؟ الورق كلها قعدان، ما فيش فيها ولا حاجه انتهت. تمام. طب ما تملينا كده ايه الاسعار كده اول قعود دي؟ يعني الاسعار سل عنك. عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على النبي. معاك الاسعار من 95 10 ونص 11 11 95 على 9500. 9500 بس. تمام. من تعبنا احنا بحيث ان ايه. تمام. يعني انت لا العاميه بتكلم. هو الرجل. تمام. العاميه مثلا معاك من 12 12 ونص. تمام. 11 11 ونص. يعني لو قلنا الاولاني ده يعمل كام معانا؟ يعني ده اللي واقف ده احنا هنقول 11 مثلا. 11. طب واللي بعده ده عمده؟ اللي بعده هنقول لك 10000. 10000. 10000. واللي بعده الابيض ده؟ اللي بعده ده 10 ونص. زي 10 ونص. ايوه. السلام عليكم. في حاجات تختلف على بعض. ماشي، قوم لنا دول اللي قاعدين. انواع الجمال. انواع. ايوه طبعا. وصنعه. طب ايه الانواع اللي هنا برضه عشان المشاهد يعرف؟ ساحلي. ساحلي. فين الساحلي؟ انا واحد. الساحلي ده كلهم سواحل. كلهم سواحل. كلهم سواحل. بهايم العرب والله شايده. السواحل دي اللي هو مش المغربي صح ولا المغربي؟ لا مش المغرب. مش المغرب. المغرب فصيله ثانيه. المغرب اللي هو الاحمر ده صح؟ الاسود. الاسود. الناقه السوداء. الناقه السوداء. تمام. يعني كله ده سواحلي؟ ده سواحل. كلها بهايم عرب يعني. بهايم والله شايده. اسبانيه. تمام يا عمده. الصلاه على النبي يا عمده. صور يعني. الصلاه على النبي. نور يا عمده. يا جماعه على فكره الرايد ده ما بحبش يسيب رقم تليفونه عشان التليفون بيرن رن رن رن. فهو الرأي المتفق معانا. قال لنا عايزين تصوروا صوروا بس مش هديك الرقم تليفون. فلو في حد حابب يتواصل معانا تحت امره. الرأي ده بينزل سوق دراو. تاجي تنزل سوق دراو وتشوف اللي انت عايزه. بالنسبه للقعدان دي. نصور يا باشا البيع والشراء. اشترى ايه يا حاج محمد؟ اشترى ايه؟ اشترى اني واحد؟ هو اشترى ده. اشتري ده ب 10000. ماسكه دي؟ اه ده. حق اقول لك دخل سوق معه. ما طلع اقعد برا السوق. هو يعني. الثاني ولا الثالث؟ ابو جرافات. الثاني ده يا ما خلص ب 10000 للريل الطيب ده. والله العظيم والله ستر يوم. الصلاة على النبي. هذا يا جماعه سوق الجمال وسوق القعدان من داخل سوق ضرار. 59 ونص. نكمل لكم باقي الفيديو كده. يعني 5000. صل على النبي. الله يوسع عليه. هذا يا جماعه سوق درا وسوق القعدان وسوق الجمال. حد يدينا الاسعار بس بعد. هذا يا جماعه. لا لا. واحد صورني ونشف ريق. صلاة على النبي. هذا يا جماعة معانا شوية جمال وقعدان هنا. صلاة على النبي. في شكلها نايم. ناقة والدة. معلم حسن. ادينا كذا الأسعار بعد إذنك يا معلم. والله الأسعار دي فيها 13. تظهر معانا الأول؟ تظهر معانا؟ ماشي. تمام. لا تمام ماشي. لا فيها 13. أول واحد ده بكام كده؟ ده؟ ده ب 17000. ده جمل ولا قعود؟ جمل. ده جمل كبير ده؟ تمام. ده عامل 17. وباقي البهايم دي فيها ب 12. فيها ب 12 ونص، فيها ب 13، فيها زي الصغير ده ب 9 ونص. 9 ونص. طب واللي نايمة في الأرض دي إيه؟ ده قعود برضه؟ قعود. يعني الأسعار بتبدأ من 12؟ من 12 لحد 12. احنا هنقول من 9 ونص حق الصغير ده. من 9 ونص لغاية كام؟ لغاية 12 13. ده القعدان. وفي جمال ب 30. في جمال ب 30. في جمال ب 40. ايه الفرق طب معلم حسن؟ كيف؟ الفرق يعني من ابو 30 لابو 17 دي. لحم ابو 30. لحم كبير. لحم كبير. تمام يا معلم حسن، الله ينور عليك يا باشا. متشكرين يا معلم حسن. هذا يا جماعة صور الجمال، فيديو الجمال وفيديو القعدان. وسوق ضراو محافظة أسوان. لو عجبك الفيديو ده دوس لايك للفيديو يا جماعة، وادعمونا كده. صلوا على النبي في التعليقات واشترك في القناة.
هذا يا جماعه صور قعدان والجمال، هذا يا جماعه القعدان والجمال. الصلاه على النبي، الله اكبر حبيبي. هذا يا جماعه النهارده في حاجه حلوه في السوق، القعدان يا جماعه بالصلاه على النبي كثير. السلام عليكم معلم حسن، ايه الاخبار؟ منورين والله حبيبي، كل سنه وانت طيب. الله يوسع عليك، الصلاه على النبي معلم. قعدان دول كلهم معلم حسن؟ قعدان في جمال فيهم؟ لا قعدان وفيهم نياق ولد، فيهم نياق ولد بالصلاه على النبي، اللي هم دول معلم. هذا يا جماعه في نياق ولد بالصلاه على النبي، الله اكبر. يعني السوق النهارده رامي جمال وقعد. تعال كده يا معلم، عيب عليك يا معلم، عيب يا معلم والله. ما في فيديو بصوره معاكم الا لما بينزل يا معلم. دي ناقه والده، دي ناقه والده بالصلاه على النبي. ايه تحتيها ذكر ولا انت؟ تحتيها ذكر، تحتيها ذكر. كم شهر ده معلم حسن؟ ده اه ده لسه 6 شهور. 6 شهور ليه صغير كده معلم؟ ما صغير لسه، انت دي يردح فمه. بالصلاه على النبي، امه دي تطلع لها كم سنه دي؟ امه اه الله يا امه تطلع لها 9 بالصلاه على النبي، 9 سنين. طب ودي والده دي برضه؟ لا دي لحالها بكره. اه دي بكره صغيره يعني. كسره جوز، كسره جوز بالصلاه على النبي معلم. طب ايه السعر هنا معلم؟ السعر الناقه الوالده دي اه دي واصله معانا 21 بالصلاه. هي ولدها، هي ولدها اه تمام. ودي اه واصله 13.5 13.5 تمام يا معلم. واللي هنا دول؟ دي لحالها، دي لحالها دي اه واصله 12.5 12.5 ودي 11 ده كده للنتي يا معلم. للنتي اه. نخش في الدكوره بقى؟ اه خش الدكوره. تمام يا معلم، الدكوره زينه طبعا. الصلاه على النبي معلم عليكم. ايه الاسعار هنا معلم؟ ايوه على النت، هاي نزلنا على النت يا معلم. امال يا معلم وانت هتنزلوا معاه والله؟ ديله اه معلم، ديله يعمل في 13.5 ده اللي قاعد. اه 13.5 الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، واللي بعده ده معلم؟ كله ماشي كده مع بعض، تعالى نخاف. ايه في يا عم؟ صلى على النبي. صور يا عم، كله صور. صلى على النبي عليك يا معلم والله. دي بهايم الشرق، احسن مال، احسن من بهايم الغرب. بهايم الشرق؟ اه. من فين انا معلم حسن؟ جاي من شرق، من هناك من عند بهايم الرشايده والندى بالشرق. يعني جاي من فين؟ من السودان. السودان اه، السودان يعني. اه بس تمام، احنا ابتدينا معك في الاول هنا من 13 للسعر. ايه اللي بعده الثاني ده؟ ده؟ اه الثاني ده، ايوه. ده؟ اه ماشي. ده 11.5 11.5 اه. صغير. واللي بعده ده معلم؟ ده اه ده 13.5 13.5 واللي هنا ده معلم؟ ده اه ده ب 12.5 12.5 يعني الاسعار هنا تبدا من 12 من 11.5 اه يعني ال 12 13 ال 12 13 ايوه. الله ينور عليك يا معلم حسن. طبعا احنا كل سوق بنشوفك يا معلم حسن هنا، يعني انت شغال تخصص جمال وقعدان ونياق والده والكلام ده. نسيب رقم والدة. تليفونك برضه معلم؟ 012 8 00 00 1 3 4 3 3 نقول العنوان معلم حسن. دراو من دراو اصلا. دراو. تمام يا معلم. هذا يا جماعه صور القعدان وصور الجمال وصور النياق الوالده. الصلاه على النبي مع المعلم حسن، كل حال يا سعد. لو حد حاب يتواصل بيك يا معلم حسن. حتى وعاوزين جديان في بتاعي جديان. جديان؟ كله. جديان ماعز يعني؟ اه كل حاجة موجودة. جديان السودان. جديان ماعز؟ اه ماعز. بالصلاة على النبي يا معلم. تمام. نشتغلوا معك قريب يا معلم. عامة في ناس طالبة يعني كميات. بالصلاة على النبي. عايز حاجة يلقاها إن شاء الله. تمام يا حاج. هذا يا معلم حسن عايز جمال ماشي، عايز جديان برضه ماشي، أي حاجة. حاجة كله من فوق. يا عمي تمام يا معلم. والده بكير على كده فيه آه. تمام معلم، نياق عشر بردك فيه. تمام معلم حسن، بالصلاه على النبي اه بالصلاه. واحنا بنايه كل سوق نصور مع راي محترم والله، وبيرحب بالتصوير وبيقول لك تعالى. والله يا جماعه الراجل ده راي محترم يعني. في ناس بنروح وبرضه احنا بنفهم المشاهد اه، في ناس بنروح احنا بنفهم المشاهد حق حسن، ان في ناس بنروح يقول لك لا مش عايز اصور، لا ما تحطش تليفون. الشهرة حسن النديب، الله يوسع عليك. ماشي يا عم حسن، الله يوسع عليك. هذا يا جماعه لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وصلوا على النبي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.